بعد معاناة مع المرض رحل عن عالمنا اللواء محمد فريد التهامي. محمد فريد التهامي كان مدير المخابرات العامة المصرية الأسبق، اتخرج من الكلية الحربية سنة 1967 ومسك كتير من الوظائف القيادية في القوات المسلحة لحد ما بقى قائد فرقة مشاة ميكانيكي، وتم اختياره في عهد الرئيس حسني مبارك كمدير للمخابرات الحربية، وهي الفترة اللي تعززت فيها خبراته السياسية والعسكرية قبل ما يتعين رئيس للرقابة الإدارية في 2004 بقرار من مبارك، وهو المنصب اللي فضل فيه لحد ما عزله محمد مرسي في 2012 بعد شهور من وصوله للسلطة، بعد ما الإخوان سعوا للتنكيل بيه واتهموه بالتقاعس عن وجهة الفساد على عكس الحقيقة. التهامي كان معروف بخصومته الشديدة مع تنظيم الإخوان الإرهابي خلال وجود مرسي وجماعته في الحكم، وكان فاهم حقيقتهم كويس، وده السبب اللي خلاهم يقيلوه، لكنه ما بعدش عن السلطة لفترة طويلة بعد عزل مرسي. في 2013 اختاروا المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت وقتها عشان يتولى منصب مدير المخابرات العامة، وفضل فيه لحد ما تقاعد في 2014 بعد 6 شهور من تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم. اللواء محمد فريد التهامي كان ليه دور كبير جدا في تعريف العالم الغربي بحقيقة جماعة الإخوان، زي انتهاجها لفكرة العنف المسلح وتزايد نشاط خلاياها الإرهابية والمرتبطة بتنظيم القاعدة في شبه جزيرة سيناء، في الوقت اللي كان الإخوان بيحاولوا يصدروا فيه للعالم إنهم مظلومين. مسيرة التهامي توجت بعدد من التكريمات المهمة، أبرزها وسام الجمهورية من الطبقة الأولى بسبب مجهوداته الكبيرة خلال مسيرته المهنية.